بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فيقول الناظم حفظه الله تعالى: حمدا لمن أقام بالقواعد بناء شرع سامق المحامد، صلى على النبي ما الشبيه يلحقه بمثله النبيه، وآله وصحبه وسلم ما عالم حمى الشريعة حمى. وبعد، قد سألني لبيب نظما به ينتفع اللبيب، مبتدئ التحصيل في قواعد مذهبنا ذي الفضل والفوائد، فقلت: ما لسؤلكم من بدي، لما لكم من عشرة وودي ورتبة في الفقه والعلوم، فلنبدأ بالشروع في المروم، فبالمقاصد الأمور والضرر يزال والتحكيم للعادة قر، مشقة تجلب تيسير ولا يزول بالشك يقين قد علا. في الدرس الماضي أخذنا القاعدة الأولى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، واليوم بإذن الله تعالى نأخذ القاعدة الثانية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وإن شاء الله نأخذ أيضا القاعدة الثالثة، وهي قاعدة العادة محكمة. فوقفنا إذن عند في صفحة 23، تمام؟ القاعدة الثانية: الضرر يزال. وهذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وبعض العلماء يقول إن هذه القاعدة نصف الدين، يقول إن هذه القاعدة نصف الدين. كيف نصف الدين؟ كيف هذه القاعدة؟ لأن الدين مبني على أمرين، الدين مبني على أمرين: إما قلب مصالح، أو دفع مفاسد. هذه القاعدة تتحدث عن إزالة الضرر، إزالة الضرر يعني إزالة المفاسد، إزالة الضرر يعني إزالة المفاسد. فالدين كله إما قلب مصلحة أو دفع مفسدة، هذه القاعدة تتحدث عن دفع المفاسد. إذن من هذه الناحية يقول إن هذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال، نصف الدين. واضح؟ فهذه القاعدة من القواعد المهمة والتي دل عليها نصوص خاصة ودل عليها التشريعات العامة. فهنا يقول معنى القاعدة: أن الضرر وهو إلحاق مفسدة بالغير، هذا معنى الضرر، إلحاق مفسدة بالغير. انظر، إلحاق مفسدة، تمام؟ الضرر وهو إلحاق مفسدة بالغير يجب إزالته ورفعه، سواء كان على الفرد أو الجماعة. يجب إزالته ورفعه. الضرر إما أن يكون ضررا، الضرر إما أن يكون ضررا واقعا. ما معنى واقعا؟ يعني قد حصل، صح؟ وإما أن يكون ضررا متوقعا، إما أن يكون ضررا واقعا بمعنى أنه ضرر قد حصل، قد حدث، وإما أن يكون ضررا متوقعا، أي متوقع حصوله. فالشريعة الإسلامية جاءت تزيل الضرر الواقع، إذا وقع تزيله، وتدفع الضرر المتوقع. تزيل الضرر الواقع وتدفع الضرر المتوقع، فكلاهما سواء كان واقعا أو متوقعا، فإن الأول وهو الواقع يزال،
ويرفع والثاني يدفع ويمنع وقوعه، تمام؟ والضرر قد يكون ضرر فرد أو ضرر على الفرد، وقد يكون الضرر على الجماعة على المجتمع. أيضا الشريعة الإسلامية جاءت بمنع الضرر، سواء كان الضرر على فرد أو كان الضرر على الجماعة. فالضرر الواقع والمتوقع والضرر على الفرد أو على الجماعة كل ذلك مدفوع مرفوع في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ولاحظ معي، لا ضرر ضرر وقعت نكرة في سياق النفي فتعم، أي أن كل ضرر مرفوع ومدفوع، سواء كان هذا الضرر واقعا أو متوقعا، وسواء كان هذا الضرر على الفرد أو على الجماعة. فما معنى الضرر؟ قال لك الضرر هو إلحاق مفسدة بالغير، هذا الضرر، إلحاق مفسدة بالغير، هذا يسمى ضرر. طيب ما معنى الضرار؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار. عرفنا معنى الضرر إلحاق مفسدة بالغير، فما معنى الضرار؟ قال بعض العلماء لا فرق بينهما، إنما هو من باب التأكيد. وقال بعض أهل العلم بل بينهما فرق. فالضرار هو إلحاق مفسدة بالغير على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. وبعضهم ذكر فروقا أخرى. ما معنى على سبيل المقابلة؟ نفترض أن شخصا زيدا من الناس قتل شخصا آخر، زيد قتل خالد مثلا، زيد قتل خالد، قتله عدوانا بغير حق، نقول زيد فعل ضررا لأنه ألحق مفسدة بالغير، واضح؟ فعل الضرر. فقام خالد عنده ابن اسمه سعيد، فقام سعيد وذهب إلى زيد وقتل زيدا، نقول سعيد هذا فعل ضرارا ألحق مفسدة بالغير لكن على سبيل المقابلة، مفسدة بمفسدة، عالج مفسدة بمفسدة. كان الواجب عليه أنه يرفع الأمر إلى القاضي ليقوم القاضي بالقصاص، ليس هو الذي يفعل القصاص مباشرة، واضح؟ فإذا مباشرة ذهب وقتل زيدا نقول أنت الآن قابلت الضرر بالضرر، فما فعلته يسمى ضرارا لأنه إلحاق مفسدة بالغير على سبيل المقابلة، واضح؟ واضح هذا؟ أعطيك مثال آخر حتى يكون أوضح. شخص أخذ كتابك ومزقه، ما الواجب في الشرع؟ الواجب في الشرع أن هذا الشخص يضمن لك مثل الكتاب، صح؟ يضمن لك مثله. طبعا على كلام الفقهاء السابقين الكتاب ليس مثليا بل متقوما، نقول على كلام الفقهاء السابقين الواجب أن هذا الشخص يضمن لك قيمة الكتاب إذا مزقه، صح؟ هذا الواجب. لكن أنت عندما مزق كتابك ذهبت ومزقت كتابه، نقول الفعل الأول يسمى ضرر، الفعل الثاني ماذا يسمى؟ يسمى ضرار. واضح الفرق؟ إذن الضرر إلحاق مفسدة بالغير، الضرار إلحاق مفسدة بالغير لكن على سبيل المقابلة، تمام؟ على كل حال يقول هنا في التعريف أو في معنى القاعدة أن الضرر وهو إلحاق مفسدة بالغير يجب إزالته ورفعه،
سواء كان على الفرد أو الجماعة. وقد عبر جماعة من العلماء عن هذه القاعدة بقولهم لا ضرر ولا ضرار، يعني بدل ما يقولوا الضرر يزال، وبعضهم يقول الضرر مزال، بعضهم يعبر هكذا يقول الضرر يزال، بعضهم يقول الضرر مزال، تمام، وبعضهم يعبر بقوله لا ضرر ولا ضرار. هذا التعبير أفضل التعابير، لماذا؟ لثلاثة أوجه. وهذا التعبير أفضل لثلاثة أوجه: واحد، أنه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فتكون هذه قاعدة منصوص عليها، لأن القواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون قواعد مستنبطة استنبطها العلماء من النصوص، وإما أن تكون قواعد منصوص عليها. فمثلا الله عز وجل في كتابه الكريم يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي أن من كان مضطرا لأكل الميتة يجوز له أن يأكل وليس عليه إثم، بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، أي أن يكون غير عاص، أن يكون غير عاص. تفهم من هذا أنه لو كان عاصيا فلا يجوز له، ولذلك العلماء استنبطوا من هذه الآية قاعدة المعاصي أو الرخص، الرخص لا تناط بالمعاصي. هذا ليس لفظ الآية وإنما استنباط من الآية، واضح؟ إذن هذه قاعدة نسميها قاعدة مستنبطة مأخوذة استنباطا من الآية، وأحيانا تكون القاعدة منصوص عليها. مثلا هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا نص الحديث، تمام؟ فقال: أولا، لأنه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. اثنين، أنه نفي للضرر والضرار، والفرق بينهما أن الضرر إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر، أي على سبيل المقابلة. بينما لاحظ معي هنا الضرر يزال، الضرر يزال، فيه أن الذي يزال هو الضرر، لكن ليس فيه ذكر للضرار، صح؟ لكن هنا فيه نفي للضرر ونفي للضرار، فأيهما أوسع من حيث المعنى؟ هذا، تمام؟ إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن لفظ لا ضرر ولا ضرار يشمل دفعه قبل الوقوع، يشمل دفعه قبل أن يقع كما قلت لكم هنا، تمام؟ إذا كان متوقعا يدفع قبل أن يقع. ولذلك قلنا لو تذكرون في باب التيمم أن الإنسان إذا كان عنده ماء وخاف على نفسه الهلاك بالعطش فإنه لا يستعمل ذلك الماء في الوضوء ويتيمم، مع أنه الآن ليس عليه ضرر، لكن يخاف الضرر، يخاف الهلاك، صح؟ إذن هذا ضرر واقع أو ضرر متوقع؟ متوقع، واضح؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذا يشمل الواقع والمتوقع، لكن الضرر يزال، متى يزال؟ هل يزال قبل أن يقع؟ لا، إنما يكون إزالة الشيء بعد وقوعه، بعد حصوله يزال. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فيه نفي يعم الضرر الواقع والضرر المتوقع. أما قول الفقهاء الضرر يزال فإن ظاهره يتناول فقط الضرر الذي قد وقع وحصل، ولذا جاء في الشرح أن لفظ لا ضرر ولا ضرار يشمل دفعه قبل الوقوع ورفعه
بعد وقوعه. أما الضرر يزال فظاهرها مقتصر على رفعه وإزالته بعد وقوعه، والله أعلم. إذن عندنا ثلاثة أوجه تبين أن التعبير بلا ضرر ولا ضرار أولى من التعبير بقولنا الضرر يزال. دليل القاعدة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. طبعا أبو سعيد الخدري اسمه سعد، اسمه سعد بن من؟ أبو سعيد اسمه سعد، سعد بن مالك. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك. عندك تقريبا أربعة أو خمسة من الصحابة، أربعة خمسة من الصحابة ذكرهم ابن حجر في الإصابة، حافظ ابن حجر في الإصابة، نفس الاسم سعد بن مالك، سعد ابن مالك. ثلاثة منهم مشهورون، هم سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، تمام، وأبو سعيد الخدري راوي هذا الحديث اسمه سعد بن مالك، صح، والثالث والد سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الساعدي اسمه سهل بن سعد بن مالك صحابي أيضا، سعد بن مالك صحابي. إذن هؤلاء ثلاثة من الصحابة كل واحد منهم اسمه سعد بن مالك، وهم في نفس الزمن كلهم صحابة، اتفقوا في الاسم واتفقوا في اسم الأب، وعاشوا معا في مدينة واحدة في نفس المدة، تمام. هذا ماذا يسمى في علم الحديث؟ ماذا؟ متفق، صح، والمفترق. ماذا قال لكم صاحب البيقونية؟ متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا مفترق. هو أصل هذا النوع من أنواع الحديث، أصل اسمه، أصل الاسم هكذا اسمه المتفق والمفترق، أي المتفق في الاسم، المفترق في الأشخاص. الاسم واحد لكن الأشخاص مختلفون، تمام مولا. مثاله أحمد بن علي، من هو أحمد بن علي هذا؟ ما تعرفونه؟ أحمد بن علي ابن عدي، أحد كبار المحدثين، صاحب الكامل في الضعفاء. أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري. أحمد بن علي، أحمد بن علي، الاسم واحد لكن هذا شخص وهذا شخص، هذا يسمى المتفق والمفترق. أبو سعيد الخدري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف حديث، أكثر من ألف حديث، وسبعة من الصحابة هم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف حديث. من يحفظهم؟ سبعة من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، والحبر كذا ابن عمر. ما في، نمسح. ا
اكتبوا هذين البيتين حتى أسألكم مرة أخرى. سبعة من الصحب فوق الألف قد نقلوا، يعني رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق ألف حديث، فوق الألف قد نقلوا. من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم، خير مضر، مضر قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة مضر، تمام. سبعة من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، والحبر كذا ابن عمر. أبو هريرة واحد، تعرفون أبا هريرة صح؟ سعد، من سعد هذا؟ ها؟ سعد بن مالك أبو سعيد الخدري الذي عندنا في الدرس. أبو هريرة، سعد، جابر، جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي، أنس، أنس بن مالك، صديقة، من الصديقة؟ عائشة، والحبر، من الحبر؟ حبر الأمة، ابن عباس ترجمان القرآن، كذا ابن عمر. سبعة، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، والحبر كذا ابن عمر. سهل حفظها أو صعب؟ سهل. هنالك ما هو أسهل؟ نخرج قليلا من الدرس ثم نعود. المكثرون من رواية الأثر، المكثرون من رواية الأثر، أبو هريرة، أبو هريرة يليه ابن عمر. المكثرون من رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس، والحبر كالخدري، وأنس والحبر كالخدري، وجابر وزوجة النبي. هذا أسهل. المكثرون من رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر، واحد، اثنين، وأنس والحبر كالخدري، وجابر وزوجة النبي. أنت تريد أن تحفظ الأول، احفظ، تريد أن تحفظ الثاني، تحفظ، لكن واجب عليك أن تحفظ واحدا منهما، هذا واجب على التخيير، واجب مخير، تمام. وإذا حفظت الاثنين ممكن. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. من تطبيقات القاعدة، لقد اعتمد الفقهاء على هذه القاعدة في منع الأعمال الضارة ومنع الآثار المترتبة عليها، ولذلك ولذا طبقوها في سائر الأبواب الفقهية. فمن ذلك أن من بنى، انتبه معي، من ذلك أن من بنى بيتا أو نحوه أو وسع بناءه في طريق الناس وأدخل الضرر عليهم بذلك، فإن ذلك البناء يهدم ويزال. شخص بنى بيتا أو استحدث جدارا في طريق الناس مما يضر بهم ويضيق الطريق عليهم، فإن هذا الجدار يهدم ويزال، لأنه يضر الناس، ومن قواعد الشريعة إزالة الضرر. فإن ذلك البناء يهدم ويزال، ومثله من أوقف سيارته في مكان يسبب الازدحام للناس في طريقهم، فإن السيارة تسحب
وهذا مما يكثر في مجتمعاتنا. أحيانا يكون الطريق ضيق وشخص يوقف سيارته فينزل ليأخذ شيئا أو يشتري شيئا، والناس يتضررون من ضيق الطريق، هذا الضرر يزال، تسحب السيارة وتبعد من هذا المكان الذي ضيقه على الناس. واضح؟ اثنين، أن من امتنع عن بيع طعام ونحوه من الأقوات مع احتياج الناس إليه أنه يجبر على بيعه بثمن المثل إزالة للضرر. لاحظ معي، الشخص التاجر الذي يشتري الطعام ويقوم بادخاره حتى يرتفع سعره ثم يبيعه للناس، قد يتسبب هذا في إلحاق الضرر بالناس، فالناس تبحث عن الطعام لتشتري لا تجد. نقول الجهة المختصة في الدولة يجب عليكم أن تزيلوا هذا الضرر عن الناس. كيف نزيله؟ أن تجبروا هذا التاجر على البيع، تجبروه حتى ولو كان بغير رضاه، مع أن الأصل أن البيع لا يكون إلا عن تراضي، لكن لماذا يجبر؟ نقول يجبر لأن هذا فيه رفع ضرر عن الناس فيجبر على البيع، لكن يجبر على البيع بثمن المثل، لا نقول أنه يباع بأقل من ثمن المثل، يجبر على البيع بثمن المثل. واضح؟ أن من امتنع عن بيع طعام ونحوه من الأقوات مع احتياج الناس إليه أنه يجبر على بيعه بثمن المثل إزالة للضرر. ولاحظ معي أننا إذا أجبرناه على بيع هذا الطعام بثمن المثل قد يتضرر هو بذلك، صح؟ قد يتضرر هو بذلك، لكن هذا الضرر الذي يقع عليه وحده. أما لو باع الطعام فإن الضرر يرتفع على الجماعة، وهذا يشير إلى قاعدة فقهية أخرى تقول إذا تعارض ضرر خاص وضرر عام فإننا ندفع الضرر العام. واضح؟ عندنا ضرران، ضرر خاص وضرر عام، ندفع ماذا؟ هل ندفع الضرر الخاص أو ندفع الضرر العام؟ ندفع الضرر العام، لأن الضرر العام أكبر مفسدة من الضرر الخاص. وعندنا قاعدة أخرى تقول إذا تعارضت مفسدتان فإننا نرتكب المفسدة الصغرى وندفع المفسدة الكبرى، فوجود الضرر الخاص مغتفر إذا دفعنا الضرر العام، فكون هذا التاجر يتضرر هو يتضرر بنفسه، لكن إذا قلنا له يبقى الطعام ولا تبيع للناس، من الذي يتضرر؟ يتضرر الجماعة كلهم. إذا نقدم مصلحة من؟ نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، وندفع ضرر الجماعة وإن ارتكبنا ضرر الفرد. ولذلك هذه قاعدة فقهية مهمة تقول يقدم دفع الضرر العام على دفع الضرر الخاص، وهذا من أمثلتها. ومن أمثلتها أيضا أنه يحجر على الطبيب الجاهل. لو عندنا شخص طبيب لكن هذا الطبيب جاهل، ليس متقنا لمهنته، ليس ماهرا في مهنة الطب، وعندما عالج بعض الناس سبب لهم الضرر، فالآن هل نقول يبقى هذا الطبيب يعالج الناس وإن أضر بهم، أو نقول أن هذا الطبيب يمنع من معالجة الناس وإن كان في هذا مفسدة عليه؟ واضح ولا لا؟ ماذا نقدم؟
لو تركناه يعالج الناس وهو جاهل، ما الذي سيكون؟ الذي سيكون حصول ضرر عام. ولو أننا منعناه فقالت الدولة أنت يمنع عليك أن تعالج الناس، فإن هذا ضرر خاص به فقط، لكن الضرر العام يرتفع، فماذا نقدم؟ نقول نرتكب الضرر الخاص فنمنعه لتتحقق المصلحة العامة، فمراعاة الضرر العام مقدم على مراعاة الضرر الخاص، واضح؟ ومثال هذا أيضا المفتي الماجن أو الفاسق، المفتي الذي يفتي الناس بالمحرمات، يجوز لهم كذا ويجوز لهم كذا ويجوز لهم كذا مما حرم الله، هذا المفتي ضرره عام، صح؟ ضرره عام، فهل نقول له تبقى في الإفتاء؟ لا، نقول له نحجر عليك الفتوى. ما معنى يحجر عليه؟ يعني يمنع من الإفتاء، كما أن هذا يمنع من الطب، هذا يمنع من ممارسة الطب وهذا يمنع من ممارسة الإفتاء، حتى لو كان في هذا المنع مفسدة لهما، لكن هذه مفسدة خاصة، وبقاؤهما في الطب وبقاؤهما في الإفتاء هذا مفسدة عامة، فنرتكب المفسدة الخاصة دفعاً للمفسدة العامة، فهذا يفسد الأبدان الطبيب الجاهل، وهذا يفسد الأديان، أليس كذلك؟ فبالتالي نقول يقدم دفع الضرر العام على دفع الضرر الخاص، وهذا ليس مقصوراً على هذين فقط، بل كل شخص في المجتمع إذا مارس شيئاً ما وأضر بالمجتمع فإنه يمنع، حتى وإن كان في منعه مفسدة له، حتى لو كان في منعه مفسدة له، فإن هذه المفسدة مفسدة خاصة، وتركه يمارس هذه الأفعال سيؤدي إلى مفسدة عامة. فالذي يشكك الناس في العقائد وينشر الشبهات بين الناس، والذي يثير البلابل والفتن والقلاقل بين الناس، هذا يمنع، لأن في بقائه مفسدة عامة، وإذا منعناه كانت المفسدة خاصة، فنقول الضرر العام أولى بالمراعاة من الضرر الخاص. ولذلك قال لكم هنا أن من امتنع عن بيع طعام ونحوه من الأقوات مع احتياج الناس إليه يجبر على بيعه بثمن المثل إزالة للضرر. قد يقول لكم قائل لماذا لا يجبره الحاكم على أنه يعطي الطعام للناس مجانا؟ لماذا يعطي الناس الطعام بثمن المثل؟ لماذا لا يعطيهم الطعام مجانا؟ يقول له الحاكم أأمرك أن تعطي الناس هذا الطعام الذي حبسته مجانا، لماذا؟ نقول لأن عندنا قاعدة فقهية ثالثة تتعلق بنفس المبحث، تقول لك القاعدة الضرر لا يزال بالضرر، فأنت إذا ألزمته أنه يعطي الناس الطعام مجانا فإن هذا يضره، صح؟ يكون هو خاسر لأنه اشترى الطعام وأعطاه مجانا، والضرر لا يزال بالضرر، يعني لا ندفع الضرر على الناس ونسبب له الضرر، الضرر لا يزال بالضرر، يعني الضرر لا يزال بضرر مثله، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا لاحقا إن شاء الله، تمام؟ المثال الثالث أنه إذا وجد بالسلعة عيب بشرائطه جاز للمشتري ردها إلى البائع دفعا للضرر عن نفسه، إذ خيار البيع شرع دفعا للضرر عن المشتري. انتبه معي، يقول الفقهاء في الفقه أنواع الخيار ثلاثة،
خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. أنواع الخيار كم؟ ثلاثة. عند خيار اسمه خيار المجلس، وخيار آخر اسمه خيار الشرط، وخيار ثالث اسمه خيار العيب. هذا معنى أو هذه أنواع الخيار. طبعا ما المقصود بالخيار؟ الخيار معناه النظر في خير الأمرين، إمضاء العقد أو فسخ العقد. لا يهمنا الآن خيار المجلس، ولا يهمنا الآن خيار الشرط، الذي يهمنا خيار العيب. معنى خيار العيب أنك إذا وجدت في السلعة عيبا يجوز لك أن ترد السلعة، بشرط أن يكون هذا العيب من قبل القبض. إذا اشتريت كتابا على سبيل المثال وعدت إلى البيت وجدت في الكتاب صفحات بيضاء ليس فيها كتابة، هذا عيب، هذا عيب. نقول لك هذا العيب يجوز لك أن ترد السلعة إلى البائع وتأخذ الثمن، ويكون هذا الرد ردا قهريا حتى لو كان غير راضي. واضح؟ يكون هذا الرد ردا قهريا، ترد السلعة المعيبة وتأخذ ثمنك، ممكن. وممكن تأخذ الأرش، الأرش يعني الفارق بين قيمة السلعة السليمة وقيمة السلعة المعيبة. نفترض على سبيل المثال أنك اشتريت سيارة، هذه السيارة اشتريتها وجدت فيها عيبا، أنت اشتريتها على سبيل المثال $10,000، وبعد أن اشتريتها وجدت فيها عيبا، هذا العيب مقداره $1,000، فإنك إما أن ترد السيارة إلى البائع إذا كنت لا تريدها، أو أنك تأخذ من البائع الفارق بين قيمة السيارة سليمة وبين قيمة السيارة معيبة. فإذا كان قيمتها $10,000 سليمة وقيمتها $9,000 معيبة، فإن الفارق 1000، إما هذا وإما هذا. وإذا أردت أن تردها فإنك تلزم البائع بذلك، ويكون هذا الرد ردا قهريا. لماذا؟ لماذا الشريعة الإسلامية منحتك حق الرد القهري؟ أقول لك دفعا للضرر عنك. واضح؟ لأن القاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، تقول لا ضرر ولا ضرار، فدفع الضرر عنك فأجيز لك أن ترد السلعة حتى لو كان البائع غير راضي، لأن هذا العيب حصل قبل القبض لم يحصل عندك. أما لو كان العيب حصل عندك فهذا مبحثه آخر. قال إذا وجد بالسلعة عيب بشرائطه. ما معنى بشرائطه؟ الشرط أو عدة شروط، من الشروط مثلا أن يكون هذا العيب حاصلا قبل القبض، هذا شرط، وأن يكون هذا العيب عيبا فاحشا كبيرا. أما لو كان عيب صغير فقط لا يؤثر، فلا بد أن يكون هذا العيب من قبل القبض، ولا بد أن يكون هذا العيب عيب فاحش ينقص العين أو ينقص القيمة، ولا بد أن تكون هذه السلعة سليمة في الغالب. فهنالك شروط طبعا محلها كتب الفقه ليس كتب القواعد. أنه إذا وجد بالسلعة عيب بشرائطه جاز للمشتري رده إلى البائع دفعا للضرر عن نفسه. هنا الشاهد، إذ خيار العيب شرع دفعا للضرر عن المشتري. أربعة، المثال الرابع، أن من له ملك في أرض غيره كأغصان شجرة وتضرر صاحب الأرض بها فإنه يجبر على رفعها أو قطعها. وقد ورد في ذلك حديث، أنت عندك أرض أو عندك بيت، هذا بيتك، جارك عنده بيت آخر هنا بجانبك،
وعنده شجرة في هذا المكان، عنده شجرة، بعض أغصان الشجرة إلى داخل بيتك، هذه الشجرة التي امتدت أغصانها إلى داخل بيتك تسبب لك الضرر بوجه ما، فأنت طلبت منه إزاحة الأغصان، يلزمه ذلك إما قطعها وإما رفعها دفعا للضرر عنك، لا ضرر ولا ضرار. تمام. تنبيه، هذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى قررها الفقهاء، وهي قاعدة الضرر لا يزال بمثله. في الحقيقة أن الضرر له أربعة مراتب في إزالته، فإما أن يزال الضرر بضرر أكبر منه، إزالة الضرر له أربعة مراتب، إما بضرر أكبر، وإما بضرر مساو، وإما بضرر أقل، وإما أن يزال الضرر بلا ضرر. كم صارت الحالات؟ أربع حالات. إما أن يزال الضرر بضرر أكبر، كان عبد الله بن أبي زعيما للمنافقين، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يتحالف مع اليهود ضد المسلمين، وطلب بعض الصحابة أن يضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لاحظ معي هنا عندك مفسدتين، المفسدة الأولى بقاء رأس المنافقين، بقاؤه حيا يعني عدم قتله، هذه مفسدة صح، هذا ضرر، لأن هذا يؤذي المسلمين، يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يتحالف مع أعداء المسلمين ضد المسلمين، بقاؤه ضرر. وعندك مفسدة أخرى وهي تشويه سمعة الإسلام، فالناس يعرفون أن عبد الله بن أبي هذا صحابي مسلم، لأنه يصلي معهم ويلبس مثلهم، واضح، وإن كان في باطنه هو منافق. فعندك تشويه الإسلام، لأنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله الناس ستقول محمد قتل واحدا من أصحابه، لا يعرفون أنه منافق. تمام. فهل نراعي هذه المفسدة أو نراعي هذه المفسدة؟ فبعض الصحابة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله حتى يزيل هذه المفسدة، بقاءه حيا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي أخشى أن الناس ينظرون إلي أنني أقتل أصحابي، وفي هذا تشويه لسمعة الدين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن إزالة هذه المفسدة بمفسدة أكبر لم يفعل ذلك. إذن المفسدة أو الضرر لا يزال بضرر أكبر، وهذا ينفع كثيرا في باب تغيير المنكر. فإذا أراد إنسان أن يغير المنكر نقول له: هل تغير المنكر بمنكر أكبر؟ إذا كنت ستغير المنكر بمنكر أكبر فلا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك، واضح؟ الأمر الثاني إذا أزال الضرر بضرر مساوي نفس الدرجة. أيضا قال كثير من العلماء لا يجوز له ذلك، أن يزيل الضرر بضرر مساوي، لأنه لا فائدة من ذلك إلا التعب، لا فائدة.
أما إذا أراد أن يزيل الضرر بضرر أقل أو أن يزيل الضرر نهائيا فلا يبقى ضرر بعد ذلك، لا تبقى مفسدة بعد ذلك، فهذا هو المتعين، هذا هو المتعين. فالضرر لا يزال بمثله، وإذا كان الضرر لا يزال بمثله فمن باب أولى أن الضرر لا يزال بضرر أكبر منه، وهذه القاعدة، الضرر لا يزال بالضرر، يعني الضرر لا يزال بضرر مساو ولا أكبر، لكنه يزال بضرر أقل ويزال إلى غير ضرر. تمام. قال تنبيه: هذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى قررها الفقهاء، وهي قاعدة الضرر لا يزال بمثله، إذ إن الشريعة التي جاءت بدفع الضرر ورفعه لا يمكن أن تدعو إلى إزالته بما هو مثله فضلا بما هو أكبر منه. ولذا، انتبه لهذا المثال، ولذا فإنه إذا حدث بالسلعة عيب عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيها سقط حق المشتري في رد السلعة، لأنه لا يدفع الضرر عن المشتري، لا يدفع الضرر عن المشتري بإلحاقه بالبائع. انتبه لهذا المثال، هذه السيارة التي اشتراها زيد من الناس، فالمشتري هو زيد والبائع هو سعيد. زيد بعد أن اشترى السيارة حصل له حادث فاصطدم بالسيارة، فالسيارة فيها عيب هنا، هذا عيب حصل من من؟ هذا عيب حصل من المشتري، من زيد. إذن هنا عيب يسمى، سنسميه عيب جديد حصل بعد أن استعمل السيارة، ولما حصل حادث للسيارة ذهب بها إلى المهندس فقال له المهندس: هذه السيارة فيها عيب قديم، يوجد بها عيب هنا، هذا العيب قديم منذ سنة. فقال: أنا اشتريتها الشهر الماضي، وهذا العيب من البائع، هذا عيب قديم. الآن زيد اكتشف العيب القديم، هل يجوز له أن يرد السيارة على البائع؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه حصل فيها عيب آخر، فأنت إذا رددتها بهذا العيب كيف تحمل البائع العيب الآخر الجديد؟ واضح؟ فنقول لك إن الضرر لا يزال بالضرر، أنت تريد أن تدفع عن نفسك هذا الضرر، صح؟ أنت تريد أن تدفع عن نفسك يا زيد الضرر القديم، فلا يزال ذلك بتحميل البائع الضرر الجديد، فالضرر لا يزال بالضرر. واضح المثال؟ واضح. ومثل هذا أيضا كما قلت لكم قبل قليل، الشخص الذي امتنع عن بيع الطعام مع احتياج الناس إليه فإنه يجبر على بيعه بثمن مثل، لكن لا يجبر على بيعه مجانا، لأن إجباره على بيعه مجانا فيه إضرار به، والضرر لا يزال بالضرر. ولذلك فرع العلماء عن هذه القاعدة قاعدة أخرى فقالوا: إن الاضطرار لا يبطل حق الغير، إن الاضطرار لا يبطل حق الغير، فكونك مضطر لفعل شيء وفعلته دفعا للضرورة فإن هذا لا يبطل حق الغير. مثال ذلك: لو كنت تخشى على نفسك الموت جوعا ووجدت طعام، هذا الطعام لشخص آخر، وجدت طعاما لشخص آخر، إذا لم تأكل من هذا الطعام تموت، نقول يجوز لك أن تأكل منه لكن يجب عليك أن تدفع قيمته.
فكونك مضطر يجوز لك الأكل، لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز لك الأكل وأن الغير هذا صاحب الطعام لا يستحق شيئا. لا، تأكل هذا الطعام وتدفع الضرر عن نفسك ولا يبطل حقه بالقيمة، فيجب عليك أن تدفع القيمة، فالاضطرار لا يبطل حق الغير. إذن لاحظ معي كيف تفرعت القواعد. فعندنا القاعدة الأم، قاعدة الباب، لا ضرر ولا ضرار. تفرع من هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي قاعدة أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا أكبر منه، صح؟ وتفرع أيضا عنها قاعدة أخرى، وهي أن دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص. ولذلك قلنا يحجر على الطبيب الجاهل، ويحجر على المفتي الماجن، ويحجر على كل شخص يضر بالمجتمع. وأيضا يتفرع على هذه القاعدة أو من هذه القاعدة أن دفع الضرر لا يبطل حق الغير، أو أن الاضطرار لا يبطل حق الغير. وأصلا هذه القاعدة هي مبنية على قاعدة عظيمة، وهي قاعدة دفع المفاسد. ولذلك قلت لكم إن بعض العلماء يقول إن قاعدة إزالة الضرر نصف الدين. لماذا نصف الدين؟ قال لأن الدين إما قلب مصلحة أو دفع مفسدة، وإزالة الضرر معناه دفع المفسدة، دفع المفاسد. فهذه القاعدة تندرج تحتها عدة قواعد. ثم في الشرح في صفحة 25 قال: ويحرم على الإنسان نقل الأعضاء التي يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه. هذه من المسائل المعاصرة. أحيانا الشخص تكون عنده الكلى، الكليتين يعني لا تعمل، ويبقى هذا الشخص مريضا، وربما يؤدي به الأمر للوفاة. واضح؟ تعرفون الكلى؟ تمام؟ ربما يؤدي به الأمر للوفاة، فيأتي شخص آخر يتبرع بإحدى كليتيه له، يعطيه كلية له. هل يجوز هذا التبرع أم لا؟ هل يجوز له أن يتبرع بعضو من أعضائه مثلا بالكلى؟ يجوز أو لا يجوز؟ التبرع بالأعضاء جائز بشروط محددة عند الفقهاء المعاصرين. من ضمن تلك الشروط أن الشخص الذي تبرع لا يتضرر. أما إذا كان الشخص يتبرع بكليته لهذا المريض ثم هو يتعرض للهلاك، يتعرض للموت، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يدفع الضرر عن هذا الشخص بإنزال الضرر بالشخص الآخر. لا ندفع الضرر عن الشخص المريض بإلحاق الضرر بالشخص المتبرع، فالضرر لا يزال بالضرر. ولذلك جاء هذا التفريع: ويحرم على الإنسان نقل الأعضاء التي يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة عنه. ويحرم، انتبه، على الإنسان نقل الأعضاء التي يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه، حتى لو كان الشخص المنقول له مهددا بالوفاة، لأن الضرر لا يزال بمثله. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما نصه: إن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه
لإنقاذ حياته أو استعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز إذا توفرت فيه الشروط الآتية. الشرط الأول ألا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية. واضح؟ لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه. واضح هذا ولا؟ تمام؟ نعم. ثم ذكرت لكم تدريب في مبحث انعزال القاضي من كتاب الفقه المنهجي. كتاب الفقه المنهجي هذا كتاب جميل معاصر ألفه 3 من علماء الشام المعاصرين وهم من فقهاء الشافعية، اسمه كتاب الفقه المنهجي، مطبوع في 3 مجلدات، مطبوع في 3 مجلدات، وفي طبعة أخرى مطبوع في 8 أجزاء صغيرة، 8 أجزاء صغيرة. ألفه 3 هم الدكتور مصطفى البغى والدكتور سعيد خن والدكتور علي شربقي. هو عبارة عن اختصار وتلخيص، كما يقول عدد من العلماء هو عبارة عن اختصار وتلخيص لمغني، كتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني. واضح؟ هذا الكتاب هم ألفوه ليكون مقررا للطلاب في الكليات. تمام؟ ليكون مقررا للطلاب في الكليات. هذا كتاب جميل جدا، طالب العلم خاصة الذي يدرس المذهب الشافعي إذا أراد كتابا سهلا ليراجع المعلومات عليه بهذا الكتاب. واضح؟ دائما عندنا في بلادنا في الكليات في الجامعات يكون هذا الكتاب مقررا للطلاب. هذا من الكتب المهمة خاصة بعد أن يدرس مثلا شرح بن قاسم يمكن أن يعتمد على هذا الكتاب. هو كتاب لذيذ وأسلوبه معاصر وفيه أدلة وفيه تقاسيم، مهم جدا قراءته. هذا الكتاب في مبحث انعزال القاضي في آخره تكلموا على بعض المسائل التي لها ارتباط بقاعدة الضرر. المطلوب منكم ماذا؟ المطلوب منكم أنكم تراجعوا الكتاب في هذا الموضع مبحث انعزال القاضي وتذكروا الفروع التي بنيت على هاتين القاعدتين، قاعدة الضرر يزال وقاعدة الضرر لا يزال بمثله. تكتبوها في أوراق وأنتظرها منكم الأسبوع القادم. واضح؟ هذا صعب؟ لا أظنه صعبا إن شاء الله. الكتاب أظنه يمكن تحميله PDF يعني تنظرون فيه، يعني مش ليس من المهم أنك تشتري الكتاب، ممكن تحمله PDF وتنظر فيه. طبعا في مبحث انعزال القاضي يعني في آخر الكتاب. نكون بهذا انتهينا من القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، هل عندكم سؤال؟ القاعدة الثالثة العادة محكمة. معنى القاعدة العادة هي الحالة التي تتكرر عند الناس على نهج يكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة. العادة هي الحالة التي تتكرر عند الناس أي التي يعتادها الناس على نهج يكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة، يعني شيء يكون مقبول عند أصحاب العقول السليمة. وقولنا عند أصحاب العقول السليمة نشير فيه إلى أنه لو كان مقبولا عند أصحاب العقول غير السليمة فإن هذه العادة ليست معتبرة. الآن مثلا بعض الناس عندما يلبسون ماذا؟ مثل هذا، ماذا يسمى؟ ثوب هذا،
تجد هذا الثوب فيه فتحات هنا 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 هكذا فتحات كثيرة. ليش هذه الفتحات؟ هذا هكذا الآن الناس كلها تلبس هكذا يقول، هذا ليس معتبرا. لماذا؟ لأن أصحاب العقول السليمة إلى اليوم هم ينكرون هذا، وإن كان معتبرا عند أصحاب العقول المختلة قليلا، هم ليسوا مجانين، هم ليسوا مجانين، لأن العقل عقلان، عقل إدراك وعقل رشد. عقل الإدراك معناه أن الإنسان يدرك الأشياء، يعرف أن هذا كتاب، ويعرف أن هذا أبوه، أن هذا أخوه، وما شابه ذلك، هذا يسمى عقل إدراك. أما عقل الرشد فمعناه أن الإنسان يعرف الخير فيفعله، ويعرف الشر فيتركه. واضح؟ فالله عز وجل عندما يقول في القرآن الكريم عن الكفار إنهم لا يعقلون، ما معنى لا يعقلون؟ هل يعني أنهم مجانين؟ لا، ليس هذا المقصود. لو كانوا مجانين يعني غير مكلفين، ليس هذا المقصود. إنهم لا يعقلون يعني ليس عندهم عقل الرشد، وإن كان عندهم عقل الإدراك. ولذلك كثير من الكفار عندهم من الاختراعات والاكتشافات والصناعات والابتكارات ما ليس عند المسلمين، عندهم عقول، لكن هذه عقول إدراك ليست عقول رشد. واضح؟ ففرق بين عقل الإدراك وعقل الرشد. قال والعادة والعرف متقاربان، أي في المعنى، إلا أن العادة تكون خاصة أو عامة. قد يكون الشخص له عادة خاصة، مثلا يعتاد الشخص أن يصوم كل يوم اثنين أو كل يوم خميس، هذه عادة خاصة. وقد تكون العادة عامة، فمثلا في بلادنا عادة الناس أنهم في يوم الجمعة بعد صلاة المغرب تلقى محاضرات في المساجد. يوم الجمعة عندنا إجازة، بعد صلاة المغرب في المساجد الكبيرة تلقى محاضرات دينية للناس، هذه عادة. واضح؟ هذه عادة عامة. أيضا عادات الناس في اللباس، عادات الناس في الطعام. عادة الناس في بلادنا مثلا أنهم في الصباح يأكلون الخبز، في الغداء يأكلون الأرز وما شابه ذلك، هذه عادتهم. عادة الناس هنا يأكلون الأرز 3 مرات في اليوم، صح؟ هذه عادة. إذن العادة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، لكن العرف يكون عاما، ليس هنالك ما يسمى عرفا خاصا بفلان، يكون عاما، إما عاما بمعنى عام لمدينة أو لقرية أو لبلد أو لمجتمع. قال والعادة والعرف متقاربان إلا أن العادة تكون خاصة أو عامة بخلاف العرف فلا يكون إلا عاما. ومعنى القاعدة أن العادة تكون هي المرجع في إثبات الأحكام وتحديدها إذا لم يرد لها ضابط في الشرع، أي أن الشيء إذا لم يأتي له ضابط يحدده في الشرع فإن التحديد يكون بالعرف. إذا لم يحدد الشيء شرعا فإنه يحدد بالعرف. فمثلا الله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان أن ينفق على أولاده وأن ينفق على والديه، ولم يحدد كم مقدار النفقة، لم يقل تعطي الوالدين كذا وكذا وتعطي الأولاد كذا وكذا، لم يحدد. فجاء الأمر بالإنفاق ولم تحدد كمية الإنفاق، فحينئذ نقول نرجع في هذا إلى العرف. حتى في الزوجة، مع أن الشافعية يقولون إن النفقة على الزوجة مقدرة، لكن أكثر الفقهاء يقولون إن نفقة الزوجة أيضا ترجع إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند زوج أبي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فردها إلى العرف. ولذلك قال الحافظ السيوطي، حافظ السيوطي رحمه الله تعالى أبو الفضل متوفى سنة 911،
قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. إذن متى نرجع إلى العرف؟ إذا جاء الشيء في الشرع وليس له ضابط، ليس له ضابط في اللغة وليس له ضابط في الشرع، فإننا نرجع فيه أي في تفسيره إلى العرف. دليل القاعدة يدل على اعتبار العادة والعرف أدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية، منها قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذه الآية تدل على أن العرف معتبر مأمور به. وقال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، فأمر سبحانه وتعالى بمعاشرة الزوجات بحسب العرف، فالغني يعاشر الزوجة بحسب عرفه، وصاحب القرية بحسب عرفهم، وصاحب المدينة بحسب عرفهم، وكل واحد بحسب العرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، عندما اشتكت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. ما معنى شحيح؟ بخيل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تشتكي زوجها إذا كان معسرا أو بخيلا. وفيه دليل على أن الإنسان إذا اشتكى من شخص وذكره ببعض ما فيه من السوء أن هذا ليس غيبة، مع أنه يكره، أبو سفيان يكره أن يقال عنه أنه رجل شحيح، صح؟ لكن هذا ليس فيه غيبة. لم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تغتاب الرجل، لأن هذا مقام شكوى، إن أبا سفيان رجل شحيح. وفيه دليل أيضا على أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إذا كان لا يعطيها ما يكفيها. وفيه دليل أيضا على أن نفقة المرأة أي الزوجة ليست مقدرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها مثلا إذا كان زوجك موسرا خذي مدين، وإذا كان معسرا خذي مدا واحدا كما يقول فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله، لم يقل لها هذا، بل رد أمرها إلى العرف. واضح؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. لا تقدموا رمضان، أصله لا تتقدموا بتاءين، حذفت إحدى التاءين، وهذا جائز في اللغة، يجوز أن تقول مثلا لا تأخروا، ويجوز أن تقول لا تتأخروا، يجوز هذا وهذا. واللام هذه لام ناهية، والفعل فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان قبل رمضان بيوم ولا يومين، لا يجوز هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام استثنى فقال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي إلا رجل كان معتادا للصيام فصادف أنه قبل رمضان بيوم اليوم الذي يعتاد صيامه، مثلا يعتاد أن يصوم كل اثنين وكل خميس، فصادف أن قبل رمضان بيوم أو يومين هو يوم الاثنين أو يوم الخميس،
نقول له أن يصوم. لماذا هذا له أن يصوم؟ يعني عندنا رجلان، انتبه، عندنا رجلان، رجل معتاد أن يصوم الاثنين والخميس، ورجل ليس معتادا أن يصوم الاثنين والخميس. فجاء قبل رمضان يوم اثنين، ماذا ستقول؟ سنقول للشخص المعتاد يجوز لك أن تصوم، صح؟ والشخص الغير معتاد هل يجوز؟ لماذا هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ لماذا؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق هو العادة. انظر إلى تأثير العادة. العادة جعلت صيام الأول جائز لأنه يعتاد على ذلك، وجعلت صيام الثاني حرام لأنه لم يعتد على ذلك. فدل هذا على أن العادة تؤثر على الحكم الشرعي، واضح؟ على أن العادة تؤثر على الحكم الشرعي، فنقلت الحكم من التحريم إلى الجواز. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وقاص الفقهاء على هذا ما لو كان الإنسان عليه قضاء من رمضان الماضي أو عليه كفارة، فقالوا يجوز له أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين للقضاء أو للكفارة. وهذا الحديث يدل على مسألة أخرى، وهي أنه يجوز أن نقول رمضان بدون شهر. بعض العلماء يقول لا تقل إلا شهر رمضان، لا تقل رمضان فقط. هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن نقول رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان، ولم يقل شهر رمضان. قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل، هل هذا قيد؟ إلا رجل، هل هذا قيد؟ طيب لو كانت امرأة معتادة تصوم كل اثنين وخميس، فصادف أن يوم الشك يوم اثنين، هل يجوز لها أن تصوم ولا لا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ امرأة ليس رجل، هنا قال إلا رجل، ما رأيكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن هذا ليس قيدا، هذا ليس قيدا، فخرج مخرج الغالب أو مخرج أن المخاطبين هم رجال وما شابه ذلك. لكن ليس المقصود إلا رجل أي أن المرأة لها حكم آخر، ليس هذا المقصود. فهذا الرجل هنا المقصود إلا إنسان، سواء كان رجل أو كان امرأة. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وقوله فليصمه، اللام لام الأمر، صح؟ ويصم فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فهو مجزوم، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، يعود على ماذا؟ يعود على ذلك اليوم، صح؟ ليس على رمضان، يعود على ذلك اليوم. طيب نقف هنا ونترك تطبيقات القاعدة إلى الدرس القادم، الوقت جاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.